انا ما اعرفش الموضوع بدا ازاي. انا لقيت نفسي فين يا استاذ سيد؟ انا عاطف، عايش انا ومراتي سحر على قد حالنا، بس بالنسبه لي لما جه خبر الحمل انا شلت الهم، وده اللي خلاني خاطر بمستقبلي واشتغل كحول. عاوزك بقى تروح تقعد في البيت كده كام شهر، يعني مش عاوز البيت يفضل مقفول. بعد شويه من قعدتنا في البيت حاله سحر اتغيرت، وبدات يحصل لها حاجات غريبه. شكله ملعون فعلاً.